دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي اجتماعها الثاني اليوم لدراسة ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالبطولتين وأوجه الاستعداد للتنظيم. وتناقش اللجنة العليا المقترحات الخاصة بعمل تشكيل اللجان الفرعية ودور كل منها خلال الفترة المقبلة مع وضع جدول زمني لكل مرحلة من مراحل التنظيم. وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد السيدات بالنادي الأهلي برنامج خاص لفترة توقف مسابقات اتحاد كرة اليد خلال الفترة الحالية، وذلك للحفاظ على مستوى الجميع تحسباً لاستئناف المسابقات لاحقاً. ورفض الجهاز الفني بقيادة كابتن بيسا حسني المدير الفني وياسر صلاح المدرب العام منح راحة للاعبات، وقرر مواصلة التدريبات بشكل متنوع ما بين تدريبات الجيم والصالة المغطاة لحين انتظام الجميع في التدريبات الجماعية بداية من 20 يناير بعد نهاية امتحانات نصف العام الدراسي. واصلت نصر عيد لاعبة الفريق الأول لكرة اليد السيدات أداء فقرات علاج طبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا بتمزق بسيط في عضلة السمانة، وقرر الجهاز الطبي للفريق وضع برنامج تأهيل وعلاج للاعبة يستمر لمدة 10 أيام قبل الدخول بعد ذلك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. حرص الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على إلقاء أكثر من محاضرة للاعبي الفريق استعداداً لمواجهة الجزيرة في مباراتي نهائي دوري المرتبط للمحترفين. وكثف الجهاز الفني من الاستعداد للدور النهائي من حيث المحاضرات الفنية إلى جانب التدريبات البدنية والخططية والمهارات الخاصة لدى اللاعبين من أجل تحقيق الفوز بلقب البطولة. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني نكمل الأخبار مع حضراتكم.